بالنسبه ليا كنفضل اللغه الانجليزيه حتى هي اللي منتشره اكثر في العالم، اما اللغه الفرنسيه منتشره في بعض الدول اللي كانت مستعمره سابقا، وهي اصلا هي المستقله تكون في المستقبل. وانا بعدا كنفضلها هي حيت اللغه الفرنسيه هي تنقولوا لغه الاستعمار وداك الشيء، وحنا كنبغيو علاه ما تيبغيوش نقراو فيها بزاف، واصلا الناس بزاف ما تيفهموهاش. علاه تنفضل انا اللغه الانجليزيه، كنتمنوا تكون هي اللغه الانجليزيه، وكنتمنوا هي اللي تدرسوا بها سميتو المواد العلميه ان شاء الله في المستقبل، ما تحيدوا لنا اللغه الفرنسيه. انا الصراحه كنفضل لونغلي حيت الا بوكو دو بورتونيتي على لونغلي، فيها كتفتح لك بزاف الفرص، مثلا باش تقرا على برا خاصك لابد لونغلي تكون عندك. اما الفرنسيه حتى هي خاصها تكون اساسيه، ولكن اغلبيه الانجليه خاصها تكون في الحياه ديالك دائما. كنفضل اللغه الفرنسيه باسكو فرونسي سي بلو كومون او ماروك، او سهله في الدراسه دغيا اون ابرون فيت، ما كنفهموا كنديروا كلشي، نقدروا نخرجوا اي تمارين شي حاجه. انا كنلقى راسي مرتاحه في جوجهم صراحه، وسميتو لونغلي كنفضلها حيت زعما واحد لا لونغ انترناسيونال، داكشي علاش. هما الصراحه يقدموا لنا لونغلي اكثر وشويه ديال الفرونسي، حيت حتى الفرونسي حتى هي واحد لا لونغ لي امبورطونط، ولونغلي زعما حيت كيف ما قلت لك اون لونغ انترناسيونال وكيهضروا بها كلشي. حنا من ضافوا لنا اللغه ديال لونغلي وسورتو عندنا 3 اور في لا سيمين، حسيت براسي مرتاحه ومزيان. اللغه الانجليزيه هي اللي ولا كتبقى في العالم، وهي اللغه ديال المستقبل، حيت الا شدينا عاوتاني اسيا كامله واوروبا كامله كتلقى الانجليزيه، ولا كنتي شديت عاوتاني الانجليزيه راه كيقبلوك بزاف د الخدامه عاوتاني، باش تبقى هي اللغه اللي كاينه في العالم. كنقد راسي مزيان حيت هي اصلا دير معاها عقلك راه تشدها، وهي اللغه اللي غتفيدك من هنا للقدام، ونتمنى عاوتاني تبقى ويزيدوا نفس السوايع شويه قلاله عاوتاني. اللغه الانجليزيه هي اللي تولي من هنا لقدام، هي كاينه دابا اللغه ديال المستقبل، تولي تخدم بها دير بها كلشي، من الاحسن يديروها هي هني. هي فهمتي في الاول تلقى واحد الاشكال، موراها تجيك عادي من تعلم ليها هني، تتفيدك من هنا لقدام. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.